يا مساء الفل، مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. بدايه اسبوع جديد وبدايه 48 ساعه من الاثاره ومن المتعه. اهم ماتشين يمكن لجماهير الكره في مصر اللي بتنتظرهم او اللي مستنياهم من بدايه الموسم هيحصلوا في ال 48 ساعه اللي جايه، والنهارده تحديدا طبعا البدايه هتكون مع باريس، مع ستاد دو فرانس، انظار العالم كله النهارده الحقيقه، مش بس جماهير الكره في مصر، في مواجهه انجليزيه اسبانيه من العيار الثقيل. الحقيقه يمكن اكاد اجزم يعني انه جماهير الكره في مصر هنا النسبه الاكبر او الغالبيه العظمى بتشجع ريال مدريد. انا بحس النادي ده هو يمكن يكون، طبعا في ناس كتير بتشجع السيتي، في ناس بتشجع تشيلسي، في ناس بتشجع يونايتد، في ناس بتشجع الليفر عشان صلاح طبعا. بالتالي قبل صلاح ليفربول ما كانش ليه شعبيه في مصر، لكن شعبيته زادت بشكل عنيف جدا مع تالق النجم المصري في صفوف ليفربول. في ناس من مدرسه البايرن وتحب الالمان قوي، والمدارس كتير والجماهير كتير، بس بالتالي انه الريال صاحب الشعبيه الاكبر بين الجماهير جماهير الكره في مصر. والسؤال الاهم النهارده، هتشجعوا مين؟ هتشجعوا انتمائكم وحبكم للنادي الملكي، ولا هتشجعوا ابنكم محمد صلاح؟ اضيف عليهم فئه ثالثه، الاهلاويه اللي يهمهم جدا 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 انه الريال يعطل في البطوله النهارده او في مشواره للبطوله رقم 14 في تاريخه. خدوا بالكم هي مش بشره خير، لانه الريال من ساعه ما اتعملت البطوله دي او من ساعه ما اتسمت البطوله دي بالمسمى الجديد اليويفا تشامبيونز ليج لم يخسر اي مباراه نهائيه. طبعا ويضيف على حلاوه المباراه واثارتها النهائي طبعا الاخير اللي جمع بين الفرقتين، هم اتقابلوا في ثلاث نهائيات، او النهائي النهارده يبقى ثالث نهائي في بطوله دوري الابطال بيجمع بين ليفربول وبين الريال. الاول كانت سنه 81 بالشكل او بالطريقه او الاسلوب والمسمى القديم، الثاني طبعا النهائي اللي ما بننساهوش ابدا، راموس صلاح، صلاح راموس 2018. لكن في فروق كتير جدا وتغيرات كتيره جدا حصلت على الليفر وعلى الريال ما بين نسخه 2018 ونسخه النهارده. كل التوفيق لصلاح، انا الحقيقه براهن لانه بين المواجهه دي والمواجهه او بين الفريق ده والفريق ده، بين المواجهه الاسبانيه الانجليزيه، في كمان مواجهه مصريه فرنسيه. والحقيقه خليني الخص لحضراتكم انه الاثنين دول هيكونوا ممكن من اهم اوراق الحسم في الفرقتين. الكلام على مين؟ كلام على ابو صلاح، محمد صلاح نجم مصر المتالق واللي بيقدم واحد من احسن المواسم ليه عموما في مشواره كله مش بس مع ليفربول، في مواجهه نجم فرنسا ونجم الريال كريم بنزيما، اللي بعتقد برضو ان الموسم ده يمكن يكون افضل موسم لعبه بنزيما طول مشواره ايا كان بقى الفريق اللي كان بيلعب ليه مش بس برضو في الريال. وشايف المنافسة بين الاثنين على لقب الأفضل السنة دي هتكون في منتهى القوة، وبالتأكيد قدرة أي منهم على حسم اللقب أو أن يكون عامل حسم في مباراة النهاردة وتحقيق اللقب لفرقته هتساهم بشكل كبير جدا وتقرب بشكل كبير جدا واحد من الاثنين للقب الأفضل على مستوى العالم، من قمة نهائي دوري أبطال أوروبا لقمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد 48 ساعة. المباراة المنتظرة، المباراة اللي كل العيون يعني بتبص عليها ومستنية نتيجتها وبتراهن إن شاء الله بإذن الله على نتيجتها، بإذن الله تكون الـ11 في تاريخ النادي الأهلي وتكون الثالثة على التوالي. مباراة عشان أطمنكم ونتكلم كورة متكافئة، مش عايزكم تبقوا قلقانين قوي من قصة الملعب. طبعا الملعب والجمهور بيتقلوا شوية كفة الوداد، لكن عندنا حاجات كتيرة جدا 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 تتقل كفتنا في المباراة، منها خبرة لاعبتنا، منها جودة لاعبتنا، منها نجاحنا في الماتشات الكبيرة في خلال آخر موسمين في مواجهة كبار العالم مش كبار أفريقيا بس. يظل الوداد واحد من كبار القارة، وما تنسوش أن الفريق ده وصل للدور قبل النهائي في آخر نسختين، يعني كان واحد من الفرق القريبة جدا من الوصول للمباراة النهائية، خرج على إيد الأهلي في نسخة النجمة التاسعة، وخرج على إيد كايزر تشيبس في نسخة النجمة العشرة، وبإذن الله يخرج على إيد الأهلي مرة تانية ولكن المرة دي في المباراة النهائية. على كل الأحوال زي ما قلت لكم، زي إذا كان معاهم الأرض والجمهور أثق تماما في روح وخبرة وذكاء وإمكانيات وقدرات لاعبتنا وجهازنا الفني مستر بيتسو موسيماني اللي قران عليه بالذات في المباراة دي. وطبعا الراجل عنده رغبة شديدة جدا، لأنه الحقيقة اسم بيتسو موسيماني لو وصل او نجح في التتويج مع البطوله اللي جايه دي، البطوله الثالثه على التوالي للاهلي والثانيه ليه والرابعه الثانيه ليه على التوالي مع الاهلي او الثالثه ليه على التوالي مع الاهلي والرابعه ليه على مدار تاريخه، اعتقد انه راح باسمه لبعيد جدا جدا على كل المستويات.
تظل المباراة صعبة وتظل كل الاحتمالات فيها قائمة، مواجهة من 90 دقيقة، لكن أنا بقول لكم على الأقل أنا شخصياً إلى حد كبير جداً مش قلقان، إلى حد كبير جداً مطمن على قدراتنا إن شاء الله. وفي النهاية نتمنى أن التوفيق يكون حليف فرقتنا ونقدر نحسم اللقب لصالح الفريق. هنتابع مع حضراتكم كمان النهاردة في المغرب لقطات طبعاً فرقتنا وهي بتتمرن في ثالث أيام أو ثالث تدريباتها من ساعة ما وصلت للدار البيضاء، ونشوف آخر أخبار بعثتنا. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة تعالوا نروح لأهم العناوين والأخبار. الأهلي يخوض الميران الثالث في المغرب مساء اليوم، والنادي الأهلي يوزع تذاكر مباراة الوداد على الجالية المصرية بالمغرب، إيهاب جلال يعلن القائمة النهائية لمعسكر المنتخب غدا، والليلة مباراة نارية بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. طيب خليني أتكلم مع حضراتكم شوية عن ماتش يوم الاثنين، وده زي ما اتفقنا يعني ما تهيليش أنه يعني جماهير النادي الأهلي شايفة مباراة على مستوى الموسم كله أهم من مباراة الوداد. صحيح مقدمات المباراة كان فيها حاجات كتيرة جداً لا هي منطقية ولا احنا كنا قبلنا، لكن في النهاية أمر واقع مفروض علينا وخلاص. الفرقة في المغرب بتتمرن وبتستعد، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه وزي ما عودنا رجالتنا دايما الحقيقة في كل المواقف الصعبة إن روح الفانيلا الحمراء وإنه إصرار وعزيمة اللعيبة قادرة إن شاء الله إنها تواجه أي صعوبات، وخصوصا وإنت بتقابل بطل فريق محترم عنده خبرات البطولة، عنده شخصية البطل. الوداد يعتبر أكبر أندية المغرب، وفي السنوات الأخيرة الحقيقة الوداد حاضر بقوة في المشهد، بتكلم على الكرة الأفريقية مش بتكلم على الكرة المغربية. يعني لو بصيت لآخر 10 سنين هتلاقي أنه المنافسين الرئيسيين للنادي الأهلي طبعا في مازيمبي دخل في المشهد، سان داونز برضو كان قريب جدا، لكن القريبين قوي من النادي الأهلي على مستوى يعني المنافسة على الكرة الأفريقية الترجي التونسي والوداد المغربي. فرقتين دايما بيخشوا البطوله وهم عندهم زي الاهلي كده عندهم هدف اساسي انه انا داخل البطوله دي عشان يعني افوز باللقب، مش داخل عشان يكون انجازي ان انا اوصل لمباراه نهائيه بس ولا ان انا اوصل للدور قبل النهائي. لا، فريق عنده شخصيه البطل وفريق محترم جدا، ويمكن نسخه الوداد دي مختلفه نوعا ما عن نسخه الوداد اللي احنا قابلناها في البطوله التاسعه اللي حققها النادي الاهلي، قابلناهم في الدور قبل النهائي وقدرنا ان احنا نتجاوزهم ذهابا وايابا. كانت اول مواجهه لبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي وكانت في ظروف يمكن صعبه جدا، يعني بتهيألي الظروف اللي دخل بيها مستر موسيماني المواجهه الاولى اصعب بكتير جدا وبمراحل من الظروف اللي بيواجه فيها الوداد في النسخه النهائيه. يزيد من صعوبه الموقف ان المواجهه طبعا مواجهه وحيده مش مباراه ذهاب واياب. انا بتهيألي انه لو الدنيا كانت ذهاب واياب اعتقد انه يعني الى حد كبير، واصل برضه في حسابات ما تقنعنيش انه والا ما كانش يبقى فيه لازمه للتحليل وقرايه المنافس والكلام على مواطن القوه ومواطن الضعف وتقييم اللاعبين والحاجات دي كلها، لكن في حسابات منطقيه جدا تقول انه لو كانت المباراه من ذهاب واياب اعتقد ان احنا بنسبه كبيره طبعا لان الكره ما فيهاش شيء مضمون اكيد متفقين على ده، لكن بنسبه كبيره كان اللقب هيبقى مع النادي الاهلي. لكن بيزيد شويه من صعوبه الموضوع ان احنا بنلعب في المغرب على ارض الوداد وعلى ملعبه وعلى بين جمهوره، لكن الحقيقه كل البعثه على كل المستويات اللعيبه والجهاز الفني كل الناس الحقيقه في حاله تركيز شديده جدا ومش بيتكلموا في اي حاجه غير في ان هم يكونوا جاهزين لل 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، وباذن الله ربنا يعني ينصرنا ويرجع لنا يا ولادنا بلقب ال 11. طيب خليني اقول لحضراتكم انه نادي النهارده بدا يعني النهارده ظهر اليوم بدأ عملية توزيع التذاكر الخاصة بماتش نهائي دوري الأبطال على الجالية المصرية وعلى جمهور النادي الأهلي في المغرب. العميد علاء صلاح المنسق الأمني لباس نادي الأهلي في المغرب تواجد النهاردة في مركز تدريب نادي الرجاء عشان يوزع التذاكر على الجالية، زي ما حضراتكم شايفين طبعا اللقطات والمشهد، يوزع التذاكر سواء على الجالية المصرية اللي موجودة هناك أو على جماهير النادي الأهلي اللي تواجدت في نفس المكان. بيتم توزيع التذاكر دي ازاي؟ يعني كل حد بيقدم الجواز السفر او اثبات الهويه المصريه ليه وبناء عليها بياخد تذكره المباراه. والنادي الاهلي كمان وجه دعوه لكل الجماهير ومش بس جماهيره، اي حد من الجمهور المصري عنده رغبه
انه يحضر مباراه وموجود في اي واحده من المدن المغربيه انه يحضر مع النادي الاهلي ويتابع المباراه في ملعب محمد الخامس ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. عندنا الحقيقه يعني كلام كتير على ماتش النهارده بالليل وعلى ماتش الاثنين طبعا بالتاكيد، بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم مره ثانيه في السادسه. دول التاريخ، لكن بعد صلاح وتحديدا النني اللي طبعا يعني كنت قلت لكم في السادسه انه قريب جدا من انه يستمر مع الارسنال، وخصوصا انه في نهايه الموسم يبدو انه الراجل انسجم اندمج مع ارتيتا بشكل كبير جدا وقدم الحقيقه. طبعا يعني انا شايف انه النني عنده اكتر من كده بكتير، لكن اعتقد واحد من افضل مواسمه مع الارسنال، وفي رغبه في الارسنال اللي هم يجددوا تعاقد مع محمد النني لو ما كانش فيه في الامور امور. لكن بعد الحقيقه تجربه صلاح اعتقد انه الباب اتفتح، يعني الباب اللي كنا بنخش منه فيه يعني بصعوبه شديده جدا، عدم قدره لاعبتنا. خدوا بالكم الاسماء اللي راحت دي راحت اسماء كبيره، يعني كلهم الحقيقه، حسام غالي، محمد شوقي، عمرو زكي، احمد حجازي، راحوا مواهب في قمه مستواها. لكن في النهايه النهارده صلاح بيقول للعيبه اللي جايه او بيقول للجيل اللي جاي من اللعيبه المصريه، انت مش بس يعني يكون طموحك انك انت تروح تلعب في انجلترا او انك انت تلعب في نادي زي يونايتد ولا ليفربول ولا تشيلسي ولا ارسنال ولا غيرهم من الانديه الكبيره، لا، انت من حقك كمان تحلم انك تكون هداف البريمير ليج، من حقك انك انت تحلم انك تكون احسن وافضل لاعب في البريمير ليج. وليه لا؟ وليه بريمير ليج بس؟ وليه ما تكونش كمان في العالم؟ تقدر تعملها إذا كان عندك رغبة وعندك قدرة وعندك إرادة إنك تاخد المشوار. اوعى تتخيل إن اللي وصل له محمد صلاح ده سهل، واوعى تتخيل وتغلط الغلطة اللي الناس كتيرة جدا ممكن تغلطها وتفتكر إن اللي وصل له محمد صلاح ده عشان بس الكورة. لا، الكورة جزء مهم جدا، جزء أساسي جدا، لكن يظل في النهاية هو الجزء الأقل. في حاجات كتيرة جدا 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 اشتغل عليها محمد صلاح عشان يوصل للي وصل له دلوقتي، وفي النهايه قدر ان هو يوصل لده. والنهارده صحف العالم بتتكلم، بمناسبه يعني طبعا معظم الـ الصحف والمجلات والمواقع الالكترونيه اللي بتتكلم على ماتش ليفربول ريال مختاره صلاح بنزيما. يعني الرمز في ليفربول النهارده، ليفربول اللي فيه فيرجيل فان دايك، فيه اليسون بيكر، فيه ساديو ماني، فيه تياجو الكانتارا، فيه هندرسون، في فيرمينيو، كل اللعيبه اللي بقولها لكم دي مش دوليين، دي نجوم في منتخباتها، منتخبات اللي هي البرازيل، منتخبات اللي هي هولندا، منتخبات اللي هي اسبانيا، الكرام دو لا كرام، يعني اللي هي ايه، منتخبات اللي بتخش تنافس كاس العالم، دول نجوم في منتخباتهم. فيرجيل فان دايك نجم منتخب هولندا، فيرمينيو نجم في منتخب البرازيل، اليسون بيكر نجم في منتخب البرازيل، تياجو الكانتارا نجم في منتخب اسبانيا، وغيرهم من ساديو ماني نجم نجوم منتخب السنغال. ده صلاح اللي انتوا كنتوا بتكسروا فيه بعد ماتش، يلا مش عايز ارجع للي فات، بس ده صلاح اللي النهارده الصحافه بتحطه في مواجهه مع كريم بنزيما، نجم منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد. وقلت لكم انه الكره الذهبيه البالون دور وجائزه ذا بيست مش هتطلع من واحد من الاثنين دول،
السنة دي، وافتكروا الكلام ده كويس. طيب اللي هتشوفوهم النهاردة الفرقتين دول شايلين 19 لقب دوري أبطال مع بعض، يعني فرق متعودة على ال. طيب احنا دلوقتي في اللحظات اللي مع حضراتكم فيها فرقتنا بتتحرك على ملعب التدريب العربي الزاولي، اعتقد هيتدربوا النهارده على ملعب العربي الزاولي، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا دي لقطات من كاميرا النادي الاهلي، كاميرا قناه النادي الاهلي في المغرب، وهنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقه. لو التمرين بدا هنحاول طبعا نروح وننقل لحضراتكم لقطات من هناك. فنرجع لماتش النهارده تاني، انت بتتكلم على 19 لقب، 19 لقب بطولة دوري أبطال بيحملهم الفرقتين اللي بيتنافسوا النهاردة على اللقب، إما السابع لليفربول أو الـ 14 للريال، وإن شاء الله يكون السابع ليفربول. السابع ليفربول عشان ابننا صلاح ده نمرة واحد، وإن شاء الله بإذن الله يزود كتير جدا من فرص صلاح النهاردة إنه ياخد اللقب ده مع الإف إيه كاب، مع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تفرق معاه كتير في حسابات الفوز بلقب الأفضل، وتبعد شوية بنزيما. وكمان خسارة الريال للقب يقربنا شوية ويزود من فرص النادي الأهلي في، تعرفين احنا بننافس الريال على حتة الألقاب القارية دي، والفرق بيننا وبين الريال لقبين، فبالتالي خسارته النهاردة للقب تعمل له كده بوز، تعمل له اون هولد لغاية إن شاء الله لما احنا نحاول ناخد بطولتين كده، يعني لو ربنا كرمنا إن شاء الله في بطولة دوري أبطال السنة دي وخدنا بعديه كمان سوبر أفريقي، يبقى زودنا وقربنا كتير جدا وبقينا تاتا تات مع مين؟ مع ريال مدريد. اتقابلوا قبل كده الفرقتين دول 8 مرات، انا قلت لكم هم ماتشات نهائيه اتقابلوا مرتين بس، لكن في المسابقه بشكل عام اتقابلوا 8 مرات، كانت الغلبه فيهم للريال، والليفر كسب 3 وتعادلوا في مباراه واحده. اول 3 لقاءات جمعتهم في مسابقه دوري الابطال فاز بيها ليفربول مره واحده، لكن بعدها خسر 4 ماتشات متتاليه عشان طبعا تكون المواجهه الاخيره اللي كانت انتهت بينهم بالتعادل. والتقوا مرتين قبل كده في المباراه النهائيه زي ما قلت لكم، مره في المسمى القديمه والنسخه القديمه سنه 81 ودي اللي كسب البطوله فيها ليفربول، اما 2018 بتتكلم بعدها ب 37 سنه رجعوا يتقابلوا مره ثانيه في المباراه النهائيه وانتهت بفوز ريال مدريد، طبعا النهائي الشهير جدا بتاع موقعه صلاح راموس صلاح. على كل الاحوال خليني افكركم بنتائجهم برضو، ما فيش مانع. ريال مدريد وليفربول 1-0 صالح ليفر في نهائي 81، ريال مدريد وليفربول 1-0 صالح ليفربول برضو في ذهاب دور 16 فبراير 2009 ليفربول، ريال مدريد 4-0 ليفربول في لقاء عودة دور 16 10 مارس 2009، ريال مدريد ليفربول 3-0 صالح ريال في دور المجموعات 22 اكتوبر 2014، ريال مدريد ليفربول 1-0 للريال دور المجموعات 4 نوفمبر 2014، ريال مدريد ليفربول 3-1 لصالح الريال في نهائي طبعا 26 مايو 2018، النهائي القاسي على جماهير الليفر ومحبي محمد صلاح اللي كانوا بيتمنى انه يحقق في اول لقب شامبيونز ليج ليه في المباراه دي، وريال مدريد ليفربول 3-1 ايضا لصالح ريال ذهاب ربع نهائي 6 ابريل 21، ليفربول لريال مدريد نتيجه تعادل 0-0 في اياب ربع نهائي 14 ابريل 2021. نروح للصحف العالميه ونشوف نجمنا محمد صلاح وكريم بنزيما اللي تصدروا الحقيقه الاغلفه النهارده، كلهم الحقيقه كل الصحف او اغلب الصحف في اسبانيا وبره اسبانيا في كل حته ركزوا بشكل كبير جدا على النهائي دوري الابطال وعلى مواجهه صلاح وبنزيما، والبدايه مع اس الاسبانيه اللي نشرت صوره للفرقتين الليفر والريال على الغلاف وعلقت على الصوره المسرح ينتظر مدريد يبحث عن الرابعه عشر ضد افضل ليفربول من الحقبه الاخيره. تصريح لانشيلوتي بيقول فيه انه يقاوم حاله القلق برؤيه الوجه الواثق للاعبيه، ويورجن كلوب بيقول إذا نظرنا إلى ريمونتادا فهم المرشحون. الحقيقة كلمت كمان على محمد صلاح وقالت جاء نجم ليفربول وكريم بنزيما نجم الريال في الصفحة الأولى أو على غلاف صفحة الموندو ديبورتيفو، وقالت سوبر نهائي،
طبعا الكلام على مواجهه مباراه اليوم، وتصريح لانشيلوتي كارلو انشيلوتي الحقيقه بيقول وصلنا بشكل جيد لكنني لا اعرف ما اذا كان ذلك سيكون كافيا للفوز. ورد عليه كلوب وقال منذ خساره المباراه النهائيه في كييف تعلمنا الكثير، وكلم كمان وقال ان احنا انه باريس بتستضيف ذروه بين الاثقال، طبعا الكلام على قوتين ضربتين من العيار الثقيل في اوروبا الريال والليفر، وانه ريال بيبحث عن اللقب ال14 وليفربول بيبحث عن اللقب السابع. هنفضل مع الموندو ديبورتيفو والكلام، او نروح لسبورت، او نسيب الموندو ديبورتيفو ونروح لسبورت. وكاتب سبورت الحقيقه النهائي السوبر يأمل فيه ليفربول في الانتقام من ريال مدريد اللي وصل واثقا بعد عودته المعجزه الاخيره، والكلام طبعا على تفوقه على المان سيتي. نروح لصحيفه الماركا الاسبانيه برضو اللي كتبت تحت عنوان انتعش مره اخرى، يريد ريال مدريد ملك اوروبا ان يكون بطلا جديدا ضد ليفربول. وطبعا المواجهه النهارده خارج التوقعات، يعني اعتقد انه النسخه يمكن يكون الريال صاحب الهيبه، صاحب الخبره، صاحب الارقام والاحصائيات القياسيه، لكن في النهايه انت امام اقوى وافضل نسخه لليفربول. واعتقد لو كلمنا كوره الموسم اللي قدمه ليفربول استثنائي، حتى رغم خسارته للقب الدوري الا انه ما ننساش انه اللقب كان في الانفيلد قبل ما بطوله الدوري تخلص بحوالي 20 دقيقة. يعني الفريق قدر ينافس السيتي على البطولة لحد اللحظات الأخيرة، بل وإنه كمان تفوق على السيتي في الاف اي كاب وحقق اللقب على حساب تشيلسي صاحب وحامل لقب دوري الأبطال. ثم إنه الحقيقة السنة دي كرة ليفربول تطورت بشكل كبير مع يورجن كلوب. يعني النسخة اللي حققت لقب تشامبيونز ليج على حساب توتنهام، نسخة ليفربول اللي حققت لقب تشامبيونز ليج او لقب تشامبيونز ليج ليورجن كلوب مع ليفربول، اعتقد لو قارنتها بالنسخه وبالمستوى بتاعت ليفربول الموسم ده، اعتقد انه السنه دي في فروق كبيره جدا جدا جدا، فنيه، بدنيه، معنويه ونفسيه، وخصوصا الحقيقه بعد الاضافات القويه جدا كوناتي مع تياجو الكانتارا مع لويس دياز. اعتقد انه الثلاث خطوط في فريق ليفربول ادعموا بلعيبه مثلوا اضافه، يعني تياجو الكانتارا ما حدش يقدر يشكك في امكانياته وقدراته والسي في بتاعه، واحد لعب لاهم عجبني قوي السيزون ده، يعني واحد من اللعيبه اللي تمتعك، اللي تشبعك كوره، واحد من اللعيبه اللي تقعد تتفرج على 90 دقيقه عشان مستني الكوره توصل لرجله وتشوف هيتصرف بيها ازاي. باسير يا جماعه يعني ما فيش منه اتنين، يعني انت لو حطيت تياجو الكانتارا جنبه كيفن دي بروينا وحطيت قدامهم، تحط مين؟ تحط مين قدام الاتنين دول؟ جواو فيليكس جاي، انا اقول لكم جواو فيليكس جاي، تحط نيمار بس نيمار راجع بقاله كتير جدا، حط قدامهم على الشمال لاوتارو مارتينيز، حط قدامهم على اليمين كيليان امبابي، وحط محمد صلاح شادو سترايكر، وحط ليفاندوفسكي في القلب. اوه يعني قصة ضرب نار. على كل الأحوال نرجع مرة تانية، لأن خدوا بالكم زي ما صلاح وبنزيما بيتواجهوا في أوراق تانية جدا 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 مهمة ما تقدرش تغفلها. يعني عندك في الريال، وبشوف برضو واحد من أقوى الأوراق اللي بيلعب بيها أنشيلوتي واللي أعتقد زاد بشكل كبير جدا مع ريال السنة دي، فينيسيوس جونيور. وأعتقد أنه الريمونتادا الحقيقية للريال كان صاحبها، ورغم تألق بنزيما العنيف ودوره الأساسي والرهيب، لكن الريمونتادا الحقيقية لا الريال كانت بسبب فينيسيوس جونيور. وحطه قصاده على طول وانت مغمض كده ساديو ماني، الاثنين يظلوا واحده او اثنين من اهم الاوراق اللي هيلعبوا في مباراه النهارده. هنتواصل مع حضراتكم في السادسه، بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نتقابل بعد الفاصل مباشره. زي ما فرقتنا بتستعد
وبتتمرن كل يوم في المغرب عشان ماتش يوم الاثنين. جماهيرنا كمان بتسخن وبتتمرن وبتستعد لمواجهه يوم الاثنين ان شاء الله نهائي دوري الابطال، دور تاريخي باذن الله ننتظره من كل جماهير النادي الاهلي اللي هتحضر. كانوا 10 او كانوا 10,000، نفس الدور التاريخي اللي اتعودت جماهير النادي الاهلي انها تقوم بيه وتلعبه في كل موقف او كل مواجهه او كل مباراه صعبه للنادي الاهلي، منتظرينه باذن الله. والرجاله اللي هناك دول ان شاء الله هيشرفونا زي ما باذن الله رجالتنا في الملعب هيعملوا اللي مطلوب منهم، هيعملوا اللي عليهم، مش اكتر من كده. مش مطلوب منكم اي حاجه غير انكم تقدموا اللي عندكم، تلعبوا كورتكم وتقدموا واحده من افضل 90 دقيقه هتلعبوها على مدار الموسم ده، واحنا قابلين باي نتيجه ايا كانت. انا قلت قبل كده انه الالف من جماهير النادي الاهلي اللي بتحضر وتشجع وتساند في المدرجات زيها زي 2,000 3,000 5,000 من اي جماهير فريق تاني، وده طبعا لعيبه النادي الاهلي وهي بتحييهم في ثالث ايام التمرين في المغرب في كازابلانكا. والكازابلانكا هنروح مع زميلنا فاروق صلاح ينقل لنا المشهد واخر استعدادات النادي الاهلي وتمرينته اللي بدات يمكن النهارده. فاروق اهلا بيك معانا في السادسه، والحمد لله على سلامتكم، ما تقابلناش من اول ما وصلتم لكازابلانكا، لكن 48 ساعه خلاص بتفصلنا على اهم مباراه في الموسم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. نعرف منك اخر التطورات واستعدادات فرقتنا وجهازنا الفني لمواجهه الوداد يوم الاثنين ان شاء الله. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زميلي احمد، انا متفق تماما في كل كلمه قلتها على جمهور النادي الاهلي اللي موجود بيضرب المثل، وده عهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي زي ما انت قلت، سواء 10 موجودين او 10,000 سواء واحد. امبارح شفنا مشهد يعني امر كان في غايه الاهميه وغايه السعاده بالنسبه لمجلس الاداره الكابتن الخطيب ولكل جمهور النادي الاهلي، فرد واحد مشجع اهلاوي طبعا اللي كان حضر من النرويج الى المغرب وكان موجود في المدرجات بيساند وبيؤازر النادي الاهلي. ويعني اسمح لي ان انا يعني اوضح امر بسيط جدا لان في بعض اللغط يعني ظهر لبعض الناس، لازم نوضح نقطة مهمة. المشاهد اللي كان موجود او مشجع النادي الاهلي اللي كان موجود في ملعب المباراة بالامس واللي اداله الكابتن محمود الخطيب التذكرة الحضور للمباراة هدية من النادي الاهلي يختلف تماما عن المشجع اللي استقبله الكابتن محمود الخطيب في فندق اقامة اللاعبين. المشجع اللي استقبله الكابتن الخطيب ده كان موجود خارج ملعب التدريب في طريق النادي الاهلي وتوجهه الى ملاعب التدريب، كان بيرفع علم مصر وبيشجع النادي الاهلي وبيتكلم على مصر والنادي الاهلي، والكابتن الخطيب حب يكرمه وجابوا لمقر اقامه النادي الاهلي ويعني منحوا قميص النادي الاهلي في لفته طيبه جدا او لفتتين الكابتن الخطيب عملهم سواء بالمشجع اللي جاي من النرويج او المشجع اللي كان موجود خارج الملعب. عايز اطمنك زميلي احمد، احنا في الوقت الحالي ملعب العربي الزولي بيأدي فريق النادي الاهلي تدريباته او التدريب الثالث للنادي الاهلي استعدادا لمواجهه الوداد البيضاوي. وخليني اقول لك نقطه مهمه جدا، كابتن محمود الخطيب بالبعثه بالكامل خلاص التركيز كله، ولا يعني ما فيش اي كلام خلاص عن الاليات وعن التنظيم. الهدف اللي احنا شغالين عليه دلوقتي 90 دقيقه، كل الامور الشغل اللي بيتعامل مع اللعيبه مع الجهاز الفني خلاص احنا عندنا 90 دقيقه. المطلوب من الجميع التكاتف خلف الفريق ونكون كلنا في ظهر وندعم اللعيبه خلال ال 90 دقيقه، خلاص ما عندناش امر تاني، عندنا 90 دقيقه تظهر فيهم ان شاء الله روح لعيب النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني يوم يكون موفق لفريق النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني كان قبل المران عقد محاضرة فيديو مع اللاعبين، طبعا يعني على مدار الأيام الماضية اشتغل على أكتر من شق في الإعداد النفسي، طبعا زميل احمد عارف ان المباريات النهائيه طبعا مباراه بيبقى لها اعداد مختلف سواء على الجانب النفسي سواء على الجانب الفني، امور كتير جدا. الكابتن الخطيب جلساته مع اعضاء مجلس اداره مع اللاعبين يعني بيتم توفير جو مناسب وملائم لفريق النادي الاهلي ان شاء الله علشان تكون الامور كلها بتسير على افضل ما يكون للاعبين وتوفير جو مناسب. اللعيبه طبعا مستر بيتسو موسيماني زي ما قلنا بيشتغل على جوانب نفسيه، كابتن سعد عبد الحفيظ بيشتغل على جوانب النفسيه في جوانب فنيه، محاضرات فيديو بصوره مستمره
الوقوف على كل كبيرة وصغيرة ومواطن الضعف ومواطن القوة في فريق الوداد. طيب واحد من الأندية اللي عايزين نطمن جماهير النادي الأهلي على جاهزية لاعبتنا، على مستوى العائدين من الإصابة اللي كانوا غابوا عن ماتشات الأهلي في الدوري قبل السفر لكازابلانكا، سلية، ديانج، حمدي، ياسر، حتى أيمن طبعا كان ما شاركش بسبب الإيقاف. طمن على اللعيبة، على السكواد وعلى الأسماء وجاهزيتهم بس لماتش يوم الاثنين. تكلمني كمان عن حالة الجو، تكلمني عن تمرين بكرة مفترض أنها هتكون في ملعب محمد الخامس، وكمان مهم بالنسبة لي أعرف منك اللبس الزي اللي هيلبسه النادي الاهلي في المباراه. انا عارف انه المباراه مش مباراه الوداد على الاطلاق، مش عشان بتتلعب في ملعبه، ده هيتعمل من خلال قرعه، هيتعمل من خلال اتفاق، لو في عندك معلومه في الموضوع ده. يعني خليني ابدا معاك بالنقطه الاخيره لموضوع اللبس. طبعا القرعه اللي اتعملت، النادي الاهلي هو الفريق رقم A في الملعب، فهو بالتالي صاحب الملعب، فاذا النادي الاهلي هيرتدي الزي الرسمي للنادي الاهلي، الرداء الاحمر. التعديل او التبديل هيكون لفريق الرجاء في لبس فريق الوداد معذره، ولو تم اي تغيير النادي الاهلي خلاص انا يعني بحسم لك الامر هيرتدي القميص الاحمر. لو في تبديل في زي النادي الاهلي هيكون في اختلاف لون الشورت لعبت النادي الاهلي، ممكن من اللون الابيض للون الاسود، لكن النادي الاهلي هيظهر بالرداء الاحمر. عايز اطمنك برضو على حاله اللاعبين المصابين اللي كانوا مصابين يعني قبل السفر والتوجه الى المغرب. بطمنك طبعا على السولية وديانج وحمدي فتحي وياسر ابراهيم وايمن اشرف، لعيبه ما شاء الله. يعني بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي حتى التدريب الاخير اللي قبل السفر الى المغرب، لعيبه كلها ظهرت بصوره اكثر من رائعه. الدكتور احمد ابو عبله طبعا اطمنا منه على الحاله الطبيه، اللعيبه اصبحوا جاهزين طبعا للمشاركه في المباراه، شفناهم على مدار الايام الماضيه في التدريبات، ديانج والسولية وحمدي فتحي وياسر، بطمنك عليهم. اللعيب الوحيد اللي تقدر تقول اللي هيبقى فيه صعوبه جدا في لحاقه بالمباراه هو محمد عبد المنعم. الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله بيبذل مجهودات كبيره جدا، ولكن من الصعب جدا هيكون لحاق محمد عبد المنعم بهذه المباراه. زميلي احمد، بالنسبه للاجواء عندكم في المغرب، ردود الافعال، الاهتمام بالمباراه، كلام الصحافه، يعني الصوره في كازابلانكا عامله ايه؟ اكلمك برضو زميلي احمد على حاله الجو. درجه الحراره في المغرب اكثر من رائعه، بتتكلم في 19 ل 20 درجه مئويه، الجو ملائم، يعني بتشوف الشمس طالعه، ويعني في اوقات النهار بتوصل ل 24 او 25، ولكن في توقيت المباراه درجه الحراره هتبقى ما بين 18 ل 20 درجه مئويه. من المقرر غدا ان شاء الله ان النادي الاهلي هيكون تدريبه الرئيسي على استاد محمد مركب محمد الخامس في تمام الساعه 8 بتوقيت المغرب، 9 بتوقيت القاهره، وده موعد المباراه. طبعا اليوم وتفاصيل هيكون في الاجتماع الفني ان شاء الله في تمام الساعه 10 صباحا بتوقيت المغرب، ثم في المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني ووليد الرجراجي المدير الفني لفريق الوداد، هيكون في تمام الساعه 11:30. الاعلام هنا والاوساط المغربيه بتتكلم على المباراه، لا صوت يعلو فوق صوت المباراه، في كل مكان بنروح فيه الجميع بيتكلم على المباراه، على اهميه المباراه، وسائل الاعلام بدات انها تعمل شحن نفسي ومعنوي لفريق الوداد. الصحافه كلها خدت اتجاه انها تتكلم على فريق الوداد. من النقاط المهمة جدا، وبأكد عليها، كل الأوساط المغربية سواء جماهير سواء وسائل الإعلام قعد 24 ساعة بيتابعوا قناة الأهلي، بيتابعوا الموقع الرسمي للنادي الأهلي في كل التفاصيل. يعني كل الأخبار حضرتك اللي احنا بنشوفها بنقولها على قناة الأهلي بتبقى موجودة، بيتابعوا هذه الأمور، واقفين على كل التفاصيل، بيخلقوا دوافع نفسية لفريق الوداد. ووليد الرجراجي اتكلم طبعا يعني على النادي الأهلي، النادي الأهلي قال هو المرشح الأول للبطولة، اتكلم على بيتسو موسيماني الأفضل مدير فني في القارة السمراء. لكن طبعا انت عارف الكلام خلاص، انت داخلين بتفصل 48 ساعه، الاتجاه طبعا بعد كده بقى لل 90 دقيقه ان شاء الله اللي نتمنى تكون فيها لعيبه النادي الاهلي في كامل تركيزها. مستر بيتسو موسيماني يكون موافق في اختيار التشكيل اللي يخوض احداث اللقاء، وباذن الله يوم يكون موافق زميل احمد، وربنا يكرمنا باذن الله ونعود بكاس البطوله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من كازابلانكا، من ارضيه ملعب العربي الزاولي، الملعب اللي بيتمرن عليه النادي الاهلي لاخر مره، وبكره ان شاء الله تمريرتنا هتكون على ملعب مركب محمد الخامس. كل التوفيق للابطال، واهلا وسهلا طبعا بالاشقاء المغاربه اللي موجودين ونشطين جدا، يمكن زيهم زي جمهور النادي الاهلي على صفحات قناه الاهلي على السوشيال ميديا. اهلا وسهلا بكم، هتتلعب المباراه وهتخلص المباراه، وليفوز من يفوز، هتفضل علاقتنا بالاشقاء المغاربه دايما كافضل ما يكون. مش قادر اختم حلقه النهارده من غير لقطه مهمه جدا جدا، يمكن تكون الامور صعبه شويه يعني، بس هو مبدا الحقيقه والمبادئ ما بتتجزأش. سؤال: هي المنافسة الرياضية معمولة عشان يكون هدفها إيه؟ إثبات الجدارة
ولا المكسب ايا كانت الوسيله. دي حاجه مرتبطه بكل الرياضات، انا مش بكلم كره قدم بس، كل الرياضات. اثبات قدرتك على انك تكون الافضل، انك تكون الاحسن، على انك تكون الاقوى، انك تكون الاسرع. اثبات جدارتك واستحقاقك للفوز ده، ولا انك تخطفه او تسرقه او تضحك على حكم او تعمل تمثيليه او تاخد حاجه مش حقك عشان يكون هدفك في النهايه فوز غير مستحق. احساسك بالفوز ده ممكن يكون ايه؟ الكلام ده لانه النهارده حصلت لقطه مهمه جدا، مش هختم حلقه السادسه من غير ما اقدمها لحضراتكم. بطل النادي الاهلي عمر البيلي، محمد البيلي، كان بيلعب عمر عصر بطل نيجيريا في بطوله افريقيا لتنس الطاوله، وكان محمد البيلي متاخر في السكور، وكان في نقطه بتتلعب في الجيم ده او في يعني واحده من الاشواط بتاعه المباراه، الكره جت في ايد محمد البيلي، ورغم انه الحكم ما خدش باله من الخطا ده، يعتبر في لعب التنس الطاوله خطا تحتسب بيه النقطه لصالح المنافس، ورغم انه الحكم حكم المباراه ما خدش باله من الخطا اللي ارتكبه محمد البيلي، الا انه وحسب النقطه بالفعل، اللقطات الحكم شايفينها دي من ماتش النهارده، الا انه محمد وقف المباراه وراح لحكم المباراه قال له ان النقطه دي خطا عليا، وقد كان انه الحكم يعني كان الحكم حسب النقطه طبعا لصالح عمر عصر منافس محمد البيلي. وهنا الصاله كلها اللي بتشهد المباراه اتهزت وارتجت وسقفت لمحمد البيلي على الروح الرياضيه. هي دي الروح الرياضيه، او جزء اساسي من الروح الرياضيه. الروح الرياضيه مش انه لما لعيب يبقى متصف في الملعب نطلع الكوره بره. الروح الرياضيه المرتبطه بالقيم والاخلاقيات ومبادئ المفترض الشخص اللي عايز يكون بطل. طيب احنا معانا محمد البيلي من نيجيريا اللي بتستضيف طبعا البطوله. يا محمد مساء الخير، وانا شخصيا يعني اسعدتني وشرفتني وسعيد جدا وبتشرف ان انا بتكلم معاك دلوقتي. ربنا يخلي حضرتك، وشرف ليا وشرف ليا اللي انا في بيتي قناه النادي الاهلي. طيب انا عايزك تحكي للناس الموقف اللي بالنسبه لك انت كان واضح وكان بسيط، ما خدش اي لحظه تردد، كان ايه؟ تحكي للناس كده وليه، تشرح للناس ليه انت عملت كده. والله الحمد لله انا كنت بلعب مع عمر عصر زميلي في النادي الاهلي سيمي فاينل، كان نتيجة 1-0، وفي الجيم الثاني برضو اول بونت في الجيم الثاني، بس الكره جت تاتش الحكام ما شافوهاش، انا هو اللي شفناها، وبعد كده الحكام حسبوها لي انا، فرجعت قلت لهم الكره تاتش يعني بتتحسب لعمر يعني، وده طبيعي يا كابتن والله العظيم، يعني ما بيننا وما بين بعض احنا كل واحد بيبقى عايز ينزل على الترابيزه يكسب وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر احنا اخوات يعني. رد فعل رد يعني. فعل الناس على الموقف اللي حصل ده، ورد فعل عمر عصر نفسه كان ايه؟ بالظبط والله يعني عمر طبعا اتبسط جدا، يعني نزل لي بوست بعد الماتش على طول مباشره، يعني قال لي شكرا، والناس كلها طبعا فرحانه يعني بموضوع الاخلاق، يعني عشان كده الناس بس كلها يعني كانت فرحانه، بس ده طبيعي والله العظيم يا كابتن ما بيننا كلنا يعني سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. انا مدرك تماما انه طبيعي، لانه موقف زي ده كان في كتير من الناس ممكن تتردد، وفي كتير قوي من الناس ممكن ما تاخدش نفس القرار اللي انت خدته، وانها تروح لحكم المباراه وتقول له ان النقطه دي ما تتحسبش ليها، تتحسب للزميل المنافس، على الرغم ان انا عارف انك انت كنت محتاج النقطه دي وكان ممكن تفرق معاك في نتيجه المباراه. أكيد يا كابتن، ربنا يخليك، الحمد لله على كل شيء، وأهم حاجة عمر أخذ الميدالية الذهبية، وأنا الحمد لله أخذت الميدالية البرونزية الحمد لله. بشكركم شكرا جزيلا، أنتم الاثنين شرفتونا، وعمر طبعا فاز بالميدالية الذهبية. بشكرك طبعا نجم تنس الطاولة محمد البيلي، شرفتنا ورفعت راسنا حتى وإن لم تفز، أنا بعتقد ده موقف أبدا عمرنا ما هننساه، وشرفت الرياضة المصرية وتنس الطاولة المصري. بشكرك شكرا جزيلا. نموذج الحقيقة، القيمة أو القيم والمبادئ ما بتتجزأش، والفوز اللي ممكن يجي غير مستحق بعتقد أنه حتى الفايز نفسه مش هيحس بيه أو هيفرح بيه زي ما يكون محققه، زي ما قلت في الأول عن طريق الجدارة، أنك أنت تكون بطل حقيقي، أنت تستاهل بجد، أنت تعبت واتمرنت وخدت مشوارك كله واجتهدت عشان توصل في النهاية النتيجة اللي أنت تستحقها، مش النتيجة اللي أنت سرقتها.
بشكر عمر عسر وبشكر محمد البيلي، شرفتونا ومبروك طبعا طبعا لعمر يعني البطوله او الميداليه الذهبيه. وافكركم النهارده انتم معاكم مع اهم مباراه على وجه الكوكب، اعتقد النهارده المباراه اللي هتاخد اكبر نسبه مشاهده على كوكب الارض، بتمناها تكون حمراء اللون، ليفربول يتوج بلقب والتاني لدوري الابطال مع محمد صلاح طبعا ولقبه السابع في التاريخ. وفي النهايه اتمنى اشوف ماتش كوره حلو. على كل خير، دايما نتقابل على شاشه الاهلي، تحياتي لحضراتكم ونتقابل دايما في السادسه. لسنين طويلة نبقى متفقين انه الكرة في افريقيا قدمت عدد كبير جدا من اهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، ابدعوا وتألقوا. ولكن اللي بيحصل على مستوى القارة الافريقية من ناحية المسابقات ومن ناحية تطور مستوى اللعبة وتطور مستوى المنتخبات وتطور مستوى الاندية، شيء الحقيقة لا يتحمل مسؤوليته مجلس إدارة واحد، مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي واحد، ولا يتحمله اسم بعينه. ولكن في النهاية الكلام على المردود، كلام على المستوى. هل وصلت للكرة الأفريقية ومسابقات الاتحاد الأفريقي للشكل اللي يتناسب مع حجم الإمكانيات وحجم الإنفاق وحجم الأسماء اللي قدمتها الكرة الأفريقية؟ ده سؤال أساسي. هل الاتحاد الأفريقي جاني أم مجني عليه؟ اسمحوا لي أرحب بضيوفي بداية قبل ما أطرح عليهم أسئلتي وموضوعي. بداية بيشرفني الأستاذ سعيد علي الصحفي المصري، أهلا بك يا أستاذ سعيد. أهلا بك أستاذ أحمد. بيشرفني من الجزائر الصحفي الجزائري نبيل بالكلام. أستاذ نبيل أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي. طب هنرجع له مرة تانية. بيشرفنا كمان أستاذ أمير نبيل الصحفي المصري، أهلا بك يا أستاذ أمير. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين وبالزملاء الافاضل. وبشرفنا من الشقيقه تونس الصحفي التونسي وسيم بربوش، اهلا بيك واهلا طبعا برحب بيك على شاشه الاهلي. اهلا بيك حبيبي واهلا بكل جمهور قناه الاهلي والجمهور المصري وجمهور الرياضه في العالم العربي كله. سيد نبيل بالكلام رجع لنا مره ثانيه، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، برحب بيك في السادسه. طيب هبدأ مع حضراتكم والكلام الحقيقة على بداية، خليني أبدأ برأيكم في مستوى تنظيم الاتحاد الأفريقي للبطولات القارية، إزاي بتشوفوها؟ هل نجح في ده بشكل كامل؟ هل في بعض الإخفاقات؟ سواء كنت بتكلم على مستوى المنتخبات أو كنت بتكلم على مستوى بطولات الأندية. أبتدي بأستاذ سعيد علي، تفضل يا أستاذ سعيد. يعني في البدايه خليني اؤكد استاذ احمد ان احنا في قاره افريقيا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا بعيدين كل البعد عن حجم نجومنا، حجم ثرواتنا البشريه، حجم تالقنا في الملاعب الاوروبيه وما يحدث على الارض داخل قاره افريقيا. يمكن في الحقيقه بطوله امم افريقيا الاخيره بالتحديد وطريقه التنظيم والعيوب والعوار الكبير اللي ظهر في الكاميرون كشف قد ايه احنا كقاره متاخرين جدا جدا عن العالم. وفي الحقيقه في الوقت اللي كل الناس كانت بتهاجم الكاميرون وتهاجم صامويل ايتو، انا شخصيا كنت متعاطف جدا جدا مع ايتو ومع الكاميرون، كنت بشوف ان العزمه الحقيقيه ما كانتش في الكاميرون لكنها في اتحاد قاري متخلف عن الاخرين ومتاخر بشكل كبير جدا جدا جدا. لما دوله كبيره بحجم الكاميرون مش قادرين ندعم ملاعبها، مش قادرين ندعم البنيه الرياضيه عندها، واحنا قاره مليئه بهذه النجوم وهذه الاسماء الكبيره جدا، مليئه بالثروات الكتير جدا في مجال كره القدم، مش قادرين نطور ولا نواكب اللي بيحصل معانا. وده خليني اقول بشكل واضح جدا وبشكل مباشر جدا له علاقه بفساد، مش كلام انا بقول اعتباريا ولا كلام اتهامات بقولها مزافا، لكن ده محل تحقيقات ومحل حديث العالم. وتم تغيير اسماء كبيره جدا وتم اقصائها وابعادها عن المشهد دون ان نصل الى نتائج حقيقيه.
في ارقام طلعت ومسجله ومنشوره اعلاميا على لسان مسؤولين كبار في الاتحاد الافريقي حوالين صفقات كبيره ليها علاقه ببث المباريات، ليها علاقه باتفاقات كتير جدا. اين ذهبت هذه الاموال؟ الاموال دي كان من المفترض ان احنا بنطور بها ملاعبنا، بنطور بها مسابقاتنا، بنطور بها طرق التنظيم. فالتخلف الحاصل في الكره الافريقيه هو نتاج سنوات من الفساد، نتاج سنوات من الاهمال. طيب خليني يا استاذ سعيد هرجع لجزئيه المشكلات المستوطنه في الاتحاد الافريقي، واهمها طبعا مشكلات الاتهامات بالفساد اللي طالت معظم من تولوا مسؤوليه رئاسه الاتحاد، لكن خليني اتكلم على تقييم موضوعي للبطولات على مستوى الانديه. ويمكن احنا بما ان احنا على شاشه النادي الاهلي، والاهلي واحد من اهم ابطال القاره ان لم يكن بطلها الاول، يعني من حيث عدد الالقاب على الاقل اللي هو حققها على مستوى البطولات الافريقيه، الاهلي عانى في السنوات الاخيره رغم ان احنا تفائلنا حقيقه مع وعود موتسيبي بعد توليه مسؤوليه رئاسه الاتحاد الافريقي بانه هيحدث تغيير حقيقي على مستوى الاقل تنظيم البطولات، لكن هنلاقي مثلا استاذ سعيد انه الاهلي عانى على مستوى مثلا مشاركته في بطوله كاس العالم في نفس التوقيت اللي كان معظم لاعبي الدوليين بيشاركوا في بطوله افريقيا، هنلاقي انه الاهلي بعدما وصل للدور قبل النهائي وبصرف النظر عن القصة المتعلقة بالإجراءات والترشيحات والاستبعادات وإلى آخره، أنه بيتم الإعلان عن ملعب نهائي المباراة بعد ترشح تقريبا النادي الأهلي ونادي الوداد للمباراة النهائية. إزاي بتشوف ده وإزاي بتشوف قدرته ونجاحه على تنظيم البطولات للأندية؟ أستاذ أمير. هتفق طبعا مع كلام الأستاذ سعيد بخصوص يعني كل اللي اتقال بخصوص الاتحاد الافريقي. اكيد الكلام كتير، الجدل على المسابقات. بالامس القريب كنا بنتكلم على بطوله كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، واللي بنذكر ان هي كان من المفترض ان تستضيف نسخه 2019 اللي انقذتها مصر واستضافتها. فبالتالي كان يعني واجب على الاتحاد الافريقي ان يحسن اختيار فيما يخص البلد المضيف في الكاميرون، اللي لغايه وقت البطوله ما اقيمت او قبل انطلاقها باسابيع كان في جدل على اقامتها في الكاميرون. نفس الشيء بالنسبه لمسابقات الانديه، لو تتذكر حضرتك يمكن من حوالي 5 أو 6 سنوات تم زياده عدد فرق المجموعات الى 16 فريق في دور المجموعات بدلا من مجموعتين، اذا تغير نظام البطوله. من الواضح ان كان في رؤيه ما للكره الافريقيه او لمسابقات الانديه انها تتطور. التطور ده كان يجب ان يسير جنبا الى جنب مع البنى التحتيه، مع التحكيم، مع بعض القرارات الاداريه الخاصه مثلا باختيار الملعب. يعني تشوف طالما ان انت عدلت لائحه الاتحاد الافريقي لاختيار ملعب واحد على غرار طبعا مسابقات اوروبا ودوري ابطال اوروبا، ان انت تختار ملعب واحد من المباراه النهائيه كان يجب الاعلان عنه مبكرا للغايه عن كده، مش ان انت تستنى تشوف مين الاقرب للتاهل وتحسم الاختيار، عشان على الاقل لو في حسن نيه ما يبقاش فيه الموضوع يعني مثار جدل زي ما احنا شفنا في الفتره الاخيره، وهتبقى في زي ما شفنا الخلاف على نسب الجماهير والتذاكر وما الى ذلك. بالتالي يعني في امور كثيره يجب ان كانت توضع في الاعتبار او بعين الاعتبار بالنسبه للاتحاد الافريقي. زي ما حضرتك ذكرت، ليس مجلس الاداره الحالي فقط بقياده باتريس موتسيبي اللي بالفعل اتفقنا ان هو عنده رؤيه بدعم من جاني انفانتينو رئيس الفيفا ان هو يطور الكره الافريقيه ويتغلب على يعني او يزيل النقاط السوداء من ثوب الكره الافريقيه اللي على مدار سنوات طويله ما زال يعني ازمه تؤرق الكره الافريقيه. زيد على ده ان فكره ان انت تقيم المباريات يعني التنقل ما بين القاره السمراء ليس بسهوله اوروبا، يعني فكره ان انت التنقل وان انت تعمل مباراه من في النهائي في بلد محايد يعني برضو ما اعتقدش ان هي كانت افضل فكره في الفتره الحاليه، لان الانتقالات في افريقيا مش زي السهوله اللي كانت عليها في اوروبا. ناهيك عن الجدل بالتاكيد عن اختيار المغرب تحديدا لاستضافه نهائي البطوله، فاعتقد ان كل هذه الامور يعني تعيد الاتحاد الافريقي سواء يعني بمجلسه الحالي او السابق لدائره الجدل من جديد، وكاننا يعني نعيش في حلقه مفرغه مع الاتحاد. طيب اذا حددت بعض الملفات المحدده بعينها، يعني لو اتكلمنا على تنظيم البطولات القاريه، لو اتكلمنا على ملف البنيه التحتيه، لو اتكلمنا على ملف التحكيم واحد من اهم الملفات، ايه الملفات استاذ نبيل اللي بتشوف انها نجح في ادارتها الاتحاد الافريقي بشكل واضح، والملفات اللي شهدت اخفاق كبير من وجهه نظرك؟ طيب
السؤال وصل واضح لحضرتك استاذ نبيل بالكلام؟ طيب سعيد، اسالك نفس السؤال لغايه لما يرجع لنا مره تانية استاذ نبيل، ويهمني اسمع وجهه نظركم في الجزئيه دي. هي الملفات اللي من وجهه نظركم اجاد فيها او اجاد التعامل فيها الاتحاد الافريقي وحسيته بتطور ملموس، وايه الملفات اللي اخفق فيها الاتحاد الافريقي بشده، سواء كنت بتكلم على بنيه تحتيه، سواء كنت بتكلم على ملف التحكيم، سواء كنت بتكلم على مستوى تنظيم البطولات القاريه؟ استاذ سعيد، لو هتكلم معاك يا استاذ احمد على الملفات اللي نجح فيها الاتحاد الافريقي، وخاصه لو تحدثنا بشكل محدد عن تنظيم البطولات، فاحنا الحقيقه هنشوف ان احنا متاخرين جدا بشكل كبير، لدرجه ان الكاف او الاتحاد الافريقي غير قادر على رؤيه الحقائق الواضحه جدا. النهارده بنشوف بيان رسمي من الاتحاد الافريقي يبرر ليه القاهرة مش موجودة في الملفات المرشحة، فبيقول إن مصر لم تستوفي شروط تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا. مصر اللي أنقذت أفريقيا في 2019، بل وأنقذت الرياضة العالمية لما استضافت أول حدث عالمي في مونديال كرة اليد بعد حادثة كورونا اللي العالم كله توارى وتراجع وتخوف منها، وشفنا كل الدول الكبيرة ببنيتها التحتية العظيمة بتتراجع، مصر وحدها قادت العالم في المنطقه دي وقدرت تكون منقذ للرياضه العالميه في منتهى بيقول ان مصر غير قادره على او لا تستوفي شروط تنظيم البطولات. الحقيقه الاتحاد الافريقي يعني فاشل جدا في ايجاد مجموعه قليله حتى من الدول تكون مؤهله لتنظيم واستقبال مباريات كبيره. بنشوف ان الامور ما زالت تدار بشكل غير مؤسسي. ففيما يتعلق بتنظيم البطولات، احنا متاخرين تماما. 2022 مش قادرين نضع قانون يقول ان ما ينفعش بلد معين ينظم اثنين نهائي دوري ابطال ورا بعض. يعني انا عايز اسال المسؤول اللي قرر يرجع لهذه الفكره بالاساس. يعني طيب اروح لاستاذ وسيم. طبعا بشكرك استاذ سعيد. اروح لاستاذ وسيم، في بعض المشكلات ممكن تبقى مرتبطه بالامكانيات، بعض المشكلات ممكن تبقى مرتبطه بالكوادر القائمه على اداره الملفات، وبعض المشكلات الثانيه اللي تكون مرتبطه او تحتاج فترات زمنيه طويلة. من وجهة نظرك أنت شايف إيه الحلول اللي ممكن تكون ملموسة واللي تؤتي بأثار أو بنتائج سريعة على مستوى الملفات اللي احنا اتناقشنا فيها؟ والله أخيرا يعني هي تقول لك الاتحاد الأفريقي الحقيقة فيه برشا مشاكل. أنا كان عندي مشكلة في الصوت، ما كنتش نسمع ضيفك الكريم. فلو تفضل يا استاذ وسيم. سامع، انا سامع. طيب حاب نرجع نقطة معناها برشا مشاكل وبرشا اتهامات بالفساد في الاتحاد الافريقي، وانا نحب نرجع لمشكلة اختيار الملعب لو تسمح لي. معناها عندي طبعا. تفضل. يعني هي من الاول انه القرار لم يكن صائب، وانه تلعب مباراة واحدة فاصلة في النهائي، لانه اختاروا القرار هذا اقتداء بالدوري، دوري ابطال اوروبا، واحنا الحقيقه لا عندنا لا نفس الامكانيات، لا عندنا نفس البنيه التحتيه، ولا عندنا شيء من هذا قبيل مقارنه بالقاره الافريقيه، بالقاره الاوروبيه. فهذا من البدايه يعني قرار خاطئ. ثم تجي يعني في 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 نصف النهائي تختار انت تختار ارضيه الميدان، تختار يعني على ارضيه المغرب، وانت تعرف ان الميدان مؤهل كان بقوه انه يوصل للنهائي، فتثير برشا شكوك، يعني تثير كثير من الشكوك حول الاتحاد الافريقي ونزاهه اتخاذ القرارات. بالنسبه لسؤالك يعني حول الملفات وكيفيه الاصلاح، يعني الحقيقه المشاكل كثيره في الاتحاد الافريقي، ويلزم جذريا يعني
الناس معناتها المسؤولين في الاتحاد الافريقي يغيروا من كل هذا باش تتصلح المنظومه الافريقيه. والحقيقه برشا مشاكل وبرشا حاجات خايبه في الاتحاد الافريقي الحقيقه ما تشرفش الكره الافريقيه يعني، وما تنجمش تقدم بالمستوى الكره في هو في اسمح لي اقاطعك استاذ وسيم في الجزئيه دي تحديدا. هي القصه بس او المشكله انه تغيرت او يعني اكثر من اداره تعاقبت على تولي مسؤوليه الاتحاد الافريقي ولم يتغير اي شيء، ما زالت افريقيا حتى اللحظه بتعاني معاناه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، معاناه شديده جدا في ملف التحكيم. ما زالت افريقيا تعاني معاناه شديده جدا في ملف تنظيم البطولات الكبرى، مع العلم ان احنا ان انا بقول لحضرتك ده، ويطرح الان في الاتحاد الافريقي فكره تنظيم السوبر ليج، الفكره التي فشل تطبيقها في اوروبا في السنه او في الموسم الاخير، يتم التفكير فيها كيف لنا القدره على تنظيم بطوله بحجم السوبر ليج واحنا عاجزين عن تنظيم بطوله دوري الابطال او بطوله الكونفدراليه. يعني هو هذا الاشكال، يعني انه الاتحاد الافريقي في اتخاذ قراراته كلها تقريبا قاعد يجري ويحاكي في الكره الاوروبيه بدون ادنى درايه بالفارق في الامكانيات. يعني كونه تتغير الكوادر في الاتحاد الافريقي والقرارات هي والاخطاء هي لانه نفس المنظومه قاعده تتكرر من حقبه الى اخرى. عندنا مشاكل على مستوى البنيه التحتيه الاتحاد الافريقي تقريبا، يعني على المسائل التنظيميه في افريقيا كل عندنا اربع خمسه دول قادرين على احتضان دورات كبيره كما كاس افريقيا وغيره من كل شيء. يعني كاس افريقيا لو شفنا في كان الكاميرون برشا مشاكل، يعني بالرغم الكاميرون يعني تعتبر من الدول اللي عندها تاريخ كروي كبير، ولكن شفنا تقريبا هي نسميها فضائح كرويه يعني على مستوى التحكيم والتعيينات خاصه الكريم. يعني المشكل في التعيينات في مباراه انتهت يعني قبل وقتها الاصلي كان طرفها طبعا منتخب تونس ومنتخب مالي، مباراه تونس مباراه تونس حاجه ما حصلتش في تاريخ كره القدم في سابقه يعني في سابقه يعني في ينهي المباراه في الدقيقه 85 ثم ينهيها في الدقيقه 89. يعني الغرائب والطرائف والمضحكات المبكيات كلها شفناها يعني في الكره الافريقيه مع الاسف، كما قلنا لانه ما فماش يعني اراده للاصلاح. التغيير الجذري كما كنت نحكي لك كبيره، كونه ان يمشي مثلا عيسى حياته ويجي مكانه احمد ولا يجي مكانه غيره، ولا يمشي فلان ويجي فلان، مش هذه الاشكاليه. الاشكاليه انه منظومه واراده اصلاح يلزم تدرس في الكره الافريقيه. طيب سؤالي الاخير للاستاذ امير، هل تعتقد انه على الاتحاد الافريقي او على الاتحادات الاهليه تحديدا انه يكون ليها دور في يعني انجاز التعبير خطه تصحيح مسار الكره الافريقيه وتوصيل صوت الانديه وصوت المنتخبات في معاناتها مع البطولات الافريقيه؟ بالتاكيد طبعا يا استاذ احمد، يعني اكيد لازم يبقى ليها دور. احنا بنتكلم على اتحاد افريقي قوامه او اعضاء الجمعيه العموميه حوالي 53 ربما او اكثر عدد الاتحادات الاهليه، فبالتالي ده عدد مش قليل ان انت يبقى ليك دور وتاثير، ولكن للاسف ما بيبقاش التاثير هو المطلوب. يعني ده دايما بيبقى فيه القوى الكبرى دائما في الكره الافريقيه هي التي يعني بيكون ليها صوت مسموع على مستوى الاتحاد الافريقي. بنشوف ان هي بتتواجد حتى في المناصب الاداريه في الكاف، فبالتالي بتقدر يبقى ليها التاثير ده. ولكن الكاف ككل او يعني منظومه الاتحادات الافريقيه المحليه للاسف ليس لها التاثير الواجب ان هي ترعى مصالح الكره الافريقيه. ما عندهاش طموحات ان اللعبه تتطور بالشكل الكافي، يعني تطور المسابقات وتطور الكره في افريقيا بالتاكيد هينعكس على الكل بشكل ايجابي، من ملاعب، من بنى تحتيه، من تحكيم، من مسابقات، كل ده هيبقى اكيد هيعود النفع على كل الاتحادات القاريه. ده كان مشروع الفيفا، يعني المفروض ان هو كان كده في اختيار مصيبي او تزكيه مصيبي لرئاسه الاتحاد الافريقي، ان الكره في افريقيا تتطور. تطوير الكره الافريقيه كان يمكن من يمكن زي ما ذكرتم فكره السوبر ليج الافريقي، ولكن ده يعني لغرض تسويقي بحت او لغرض زياده المداخيل او يعني الجانب المادي له هو اللي ممكن يطغى شويه على الجانب الفني. بالتاكيد ممكن تبقى بطوله قويه، ولكن احنا هنا بنتكلم عن بطوله زي بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الاهم على مستوى القاره السمراء، لا يتم فيها تطبيق الفار الا من الادوار النهائيه او صحيح. الادوار الحاسمه، فبالتالي
يعني مستوى الكره الافريقيه بحاجه لمزيد من التطور. انت النهارده عندك مجموعه من الحكام هم ما زالوا هم مسيطرين على الكثير من المباريات رغم ما يثار عنهم من جدل، يعني مش عايز اذكر اسماء ولكن بالتاكيد معروفين للكل، بنتكلم عن بكاري جسامه او جاني سيكازوي او غيرهم من الحكام اللي هم مباراتهم دايما بيبقى فيها اثاره للجدل، دايما بيبقى فيها قرارات صحيح جدليه. صحيح. فبالتالي انت كاتحاد افريقي دورك ان انت يعني توجد برضو الى جانب تطوير اللعبه وتطوير المسابقات توجد وجوه جديده على المستوى التحكيمي. ما اعتقدش يعني ان المواهب نضبت في افريقيا بشكل كبير جدا، يعني اذا كان عندنا مواهب كرويه فاكيد هيبقى في مواهب تحكيميه قادره انها تتسلم الرايه من الجيل الحالي اللي للاسف يعني دايما بيتم النظر ليه على المستوى العالمي انه نقطه سوداء في يعني ملف صحيح الكره الافريقيه وملف التحكيم. بشكركم شكرا جزيلا على وقتكم وعلى مشاركتكم. ضيوفي كان معايا من القاهره استاذ سعيد نبيل، الصحفيين طبعا استاذ سعيد نبيل واستاذ سعيد علي واستاذ امير نبيل، بشكركم كل الشكر. ومن تونس كان معانا الزميل الصحفي وسيم بربوش، كل الشكر ليك. وطبعا بعتذر طبعا للصحفي نبيل بالكلام من الجزائر على عدم قدرتنا على التواصل معك، بس بشكرك في النهايه على قبولك للدعوه وظهورك معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. ويظل الحقيقه كلام في مستقبل الكره الافريقيه كتير جدا، ملفات كبيره جدا، على الرغم من واحد من اهم ملفاتها هو التحكيم، وواحد من اسرع الملفات اذا كان في رغبه حقيقيه في تطوير والتعامل بجديه مع مشاكل الملف. الحقيقه اثرت على كل دول القاره، ليس فقط على الانديه المصريه والمنتخبات المصريه، لكن اعتقد كل دوله النهارده وكل اتحاد اهلي من الممكن جدا انه يكلمك على قائمه طويله جدا من المشكلات مع التحكيم الافريقي، على الرغم انه يمكن يكون اسهل الملفات الشائكه اللي ممكن تتعامل فيها وتحقق فيها نتيجه وتطور ملموس في خلال فترات زمنيه بسيطه وباقل الامكانيات، على عكس ملف تاني زي ملف البنيه التحتيه، قدره على تنظيم بطولات يتحقق فيها مبدا العداله ومبدا المساواه ومبدا تكافؤ الفرص بين كل الفرق المشاركه، الفكره او القدره على انك انت تطرح رؤيه واضحه لمستقبل البطولات الأفريقية. كنت بتكلم على بطولات دولية على مستوى منتخبات أو على مستوى الأندية الأفريقية، كلها أمور إذا كان في إرادة حقيقية ورغبة حقيقية من السهل جدا أنك أنت تحقق فيها واقع وتغيير ملموس بمنتهى السرعة. حلقتنا مع حضراتكم في السادسة ما انتهتش، هنروح لفاصل ونرجع نقابلكم على شاشة الأهلي في السادسة بعد الفاصل مباشرة. طيب البداية فيما يتعلق بأخبار الماتش بتاع بعد بكرة إن شاء الله مباراة نهائي دوري الأبطال، الاتحاد المغربي أعلن خلاص إنه نفذ التذاكر المباراة مباراة نهائي دوري الأبطال قبل يومين من بدايتها. التذاكر اللي اتطرحت تقريبا يوم الخميس 26 إقبال تاريخي طبعا. أنا كنت كلمت حضراتكم في إزاي تم توزيع التذاكر على الجماهير. الاتحاد الأفريقي أعلن إنه هيطرح 10,000 تذكرة لجمهور الوداد وزيهم 10,000 تانيين لجمهور النادي الأهلي و 20,000 تذكرة لعموم الجماهير، اللي هي طبعا هتكون أكيد يعني جماهير مغربية، الإقبال تاريخي في المغرب على المباراة دي. وفي 5,000 تذكرة خدهم الاتحاد الأفريقي عشان ضيوف الكاف يعني. وزي ما قلت لكم من اول ما تم الاعلان عن فتح باب البيع للتذاكر يوم الخميس 26 يعني مئات الالاف الحقيقه من جماهير الكره المغربيه كانت موجوده عشان تشتري تذاكر مباراه طبعا رغبه منها في انها تكون حاضره في الملعب. مباراه طبعا كبيره جدا، يمكن تكون واحده من كلاسيكيات او من دربيات بقى الكره الافريقيه. الاهلي السنوات الاخيره اتقابل كتير جدا مع فرق مغربيه في بطولات مختلفه، يعني قابلنا السنه دي الرجاء في بطوله دوري الابطال، قابله الرجاء برده بس كان في سوبر افريقيا، قابله نهضه بركان في سوبر افريقيا، قابله الوداد المغربي في قبل نهائي دوري الابطال. فالحقيقه انه الكره المصريه والمغربيه رايح جاي في السنوات الاخيره ماتشات كتيره جدا. هسيب شويه ماتش الاهلي والوداد، هروح ل ما تنسوش ان احنا في خلال ايه اعتقد يوم الاحد يا زي بكره كده الاسبوع اللي جاي هيكون بدايه مشوار جديد لمنتخب مصر طبعا تحت قياده المدير الفني الجديد كابتن ايهاب جلال. واعتقد انه في خلال ال 24 ساعه اللي جايه هيتم اعلان القائمه النهائيه لمنتخب مصر الوطني عشان ماتشات شهر يونيو، واللي طبعا هيستعد لها المنتخب الوطني بانطلاق معسكر هيكون يعني يعتبر نسبيا طويل شويه، هيبتدي يوم الاثنين ويستمر حتى نص شهر يونيو، يعني تقريبا حوالي اسبوعين. وكل اللعيبه المحليه منتظر انها تكون متواجده اللي تم اختيارها طبعا وقع عليها الاختيار هتتواجد في المعسكر ابتداء من يوم 30 من يوم مباراه الاهلي والوداد، وبعد كده لعيبه الاهلي ان شاء الله ينضموا بعد رجوعهم
من المغرب بالسلامه ان شاء الله باذن الله، متواجدين ان شاء الله بدوري ببطوله دوري الابطال، ينضموا للمنتخب الوطني، بالاضافه طبعا انه لاعبتنا المحترفه في الخارج هتبتدي انها تنضم للمعسكر بدايه من اول يونيو اللي جاي. وخلال الفتره اللي جايه كابتن ايهاب جلال هيعلن القائمه النهائيه، هيختار من الاسماء المبدئيه اللي اختارها. هو راجل اتكلم على انه بيفكر، او يعني واحد من اهدافه، وده حاجه كويسه اعتقد بشكل كبير، انه قوام المنتخب الوطني يكون ما بين 50 و60 لاعب. هو يمكن اختار حوالي 44 اسم بس، لكن القائمه اللي هيتم اعلانها ان شاء الله بكره هتكون 25 لاعب فقط، هم دول اللي هيخشوا المعسكر اللي جاي استعدادا لماتشات 5 و9، اعتقد 5 و9 يونيو على ما اتذكر. وبمناسبه ماتش يوم 5 ان شاء الله، الامن سلطات الامن المصريه وافقت على انه كان اتحاد الكرة تقدم بطلب انه يعني ابواب الاستاد تفتح بشكل كامل قدام جماهير الكرة المصرية، كنوع من انواع الدعم طبعا لبداية مشوار المنتخب الوطني المصري تحت قيادة كابتن ايهاب جلال. لكن السلطات الامنية وافقت على 40,000، واعتقد انه 40,000 رقم كبير جدا، وان شاء الله باذن الله يقدروا يقوموا بالدور ويدعموا منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخب الغيني، المباراة اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 5 يونيو في استاد القاهرة في افتتاح مشوار الفرقتين طبعا في التصفيات اللي بتأهل لأمم إفريقيا 2023 اللي هتتلعب في كوت ديفوار. نتمناها بداية جديدة بقى، نقطة من أول السطر، ونتمنى من كابتن إيهاب جلال إنه يكون موفق. واضح كمان إنه الراجل اختياراته نوعا ما إلى حد كبير فيها جرأة وفيها رغبة في تقديم وجوه جديدة، وبيراهن على لعيبه يمكن مش من انديه القمه او من انديه يعني قمه الجدول الترتيب. انا ما بعترفش بفكره القمه والقاع، وفي اوقات كثيره جدا انديه بسيطه قدمت لمصر اكبر نجوم الكوره في تاريخها. يعني افتكر مثلا على سبيل المثال مش الحصري، يعني هشام عبد الرسول ده كان جاي من المنيا، احمد الكاس كان جاي من اولمبي، وغيرهم وغيرهم يعني. عشان فكويس الراجل بيدي فرصه واختار لعيبه وعناصر الحقيقه مقدمه موسم كويس جدا، على الرغم من انها مش في انديه جماهيريه. فاعتقد جده طبعا كان جاي من الاتحاد السكندري وكان نجم النجوم في منتخب مصر، وكان طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي. بس بتكلم على اختياره من البدايه، انك بتجيب لعيب من نادي مش جماهيري قوي، وتكون عينك شايفه انه يصلح ان هو يكون لاعب دولي وتراهن عليه وينجح الرهان، دي حاجه بتحسب جدا للمديرين الفنيين. خالد الغندور اعتقد كمان لاعب الاتحاد السكندري وقع عليه الاختيار، وخالد الحقيقه يعني اصوات كثيره جدا نادت بانه يكون مع المنتخب في الفتره الاخيره، قدم موسم رائع الحقيقه مع الاتحاد وتالق فيه بشده، واحد من ابرز واهم صناع اللعب في الدوري المصري، وهداف. يعني هو يمكن مش هداف في المقام الاول، لكن صانع العاب، عامل اعتقد مع الاتحاد 5 اسيست او 6 اسيست واحرز هدفين. فاعتقد برضو انه مقدم سيزون محترم. مصطفى شلبي من امبي من اللعيبه الحقيقه اللي قدمت نفسها واوراق اعتمادها بشكل كبير جدا ولفت الانظار ليه. احمد عبد القادر طبعا اللي كلمنا مع مستر كيروش كتير في احمد عبد القادر. احمد رفعت نفس الحكايه مع فيوتشر، واحمد رفعت من الاولاد الحقيقه اللي كورتهم حلوه ومفتاح لعب مهم جدا جدا، وعنده القدره انه يصنع الفارق زي احمد عبد القادر، اللي بعتقد انه هيكون واحد من اهم اوراق الكره المصريه، مش بس الاهلي، لكن واحد من اهم الاوراق اللي تراهن عليها مصر في السنوات اللي جايه، خصوصا ان الولد كمان ورغم انه سنه صغير جدا، مش بس كمان يعني مش بتكلم على كوره عبد القادر بس، لكن كمان بتكلم على شخصيه عبد القادر، بتكلم على ثقه احمد عبد القادر في نفسه جوه الملعب، وبالتالي هو لاعب قادر يصنع الفارق في اي مباراه. على كل الاحوال نتمنى البدايه تكون مختلفه، نشوف منتخبنا، وما تطلبوش من الراجل من اول ماتش انه يغير شكل المنتخب. شغل المنتخبات بيختلف بشكل كبير جدا على الانديه، وبيحتاج وقت كبير عشان تظهر بصمه المدرب، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله ده يظهر في اسرع وقت ممكن، وخصوصا انه المنافسه في مشوار تصفيات امم افريقيا ما هياش بالمنافسه القويه قوي او العنيفه قوي، فبالتالي الضغط هيقل، وكل ما الضغط يقل كل ما كابتن ايهاب يقدر يشتغل ويبقى مرتاح اكتر، وباذن الله يقدم المنتخب بشكل جديد. نروح لماتش النهارده، مواجهه استاد دو فرانس سان دوني النهارده. باريس هتستضيف بطل اسبانيا بطل انجلترا عشان يلعبوا المباراه النهائيه على ارضها، وهي مواجهه من العيار الثقيل، اثنين من اهم واقوى واكبر فرق اوروبا. وعلى الرغم من الضربات الموجعه اللي تلقاها بنزيما على مدار الموسم او المواسم، مش بس الموسم الاخير، المواسم اللي فاتت، رحيل عدد كبير جدا من اهم الاسماء للدرجه اللي كتير من عشاقه
توقعوا انه ما يقدرش ينافس ويروح لبعيد، وده كان ممكن يحصل بالمناسبه عشان برضو ما تتخدعوش قوي في كارلو انشيلوتي مع ريال مدريد. خلينا نقول ان نسخه البطوله دي تحديدا كان فيها توفيق غير طبيعي، للدرجه اللي يعني في بعض الكوميكس كده اللي طلعت على ماتش على ماتشات الريال في الادوار الاقصائيه، سيبكم من قصه المجموعات. والمناسبه الريال اللي وصل للمباراه النهائيه تلقى 4 هزائم من في مشواره في البطوله بتاعه الشامبيونز ليج السنه دي. يعني ليفر خسر مباراه واحده فقط، لكن الريال تلقى 4 هزائم، اولهم كانت هزيمه مدويه انتوا يمكن نسيتوها النهارده، لكن لو رجعتوا لاول الموسم، انا اساسا مش فاكر اسم الفريق اللي لعبه، فريق من لاتفيا تقريبا او من ليتوانيا، فريق ما كانش مصنف على الاطلاق، وعلى الرغم كده كسب الريال في بدايه المشوار. خسارته امام بي اس جي كان التمهيد كبير جدا جدا بعد عرض ضعيف قوي قدمه في باريس في مواجهه بطل فرنسا، والكل توقع انه باريس هيزيد من معاناه الريال في مباراه العوده في سانتياغو برنابيو ويقصي ريال مدريد من البطوله، ولكنه لم يحدث، ونجح الريال في انه يتجاوز اول واهم واكبر عقباته وانه يتخطى بي اس جي بالسكواد العنيف اللي بيضمه. ثم كانت المواجهه امام تشيلسي والتفوق في انجلترا وفي لندن على وجه التحديد، ولكن في الرجوع كادت ان تحدث ريمونتادا صادمه لكل جماهير الريال، وهو ما اكد برضه على اهتزاز ريال مدريد تحت قياده انشيلوتي. ثم كانت الحقيقه الطامه الكبرى مباراه الدور قبل النهائي والسيتي وكل التوقعات والعرض لصاحب التوقعات دي في مباراه الذهاب في مانشستر في ملعب الاتحاد، وتفوق تقريبا شبه كاسح لصالح السيتي وتسجيله 4 أهداف، لكن عودة الريال ب3 أهداف سهلت شوية أو قربت شوية من احتماليات نجاحه، إلى أن تقابل في مباراة العودة في ملعب سانتياغو برنابيو، وقد كانت السيطرة والهيمنة والنتيجة لصالح السيتي حتى الدقيقة 73. وهنا ظن هنا أعتقد الجميع الحقيقة بما فيهم أنا شخصيا، وأنا واحد يعني من أكتر الناس اللي بتحب وبتشجع بيب جوارديولا وبتشجع السيتي، لانه بشوف ان واحد من امتع الفرق اللي بتلعب كوره على سطح الكوكب. الكل ظن ان خلاص انه الريال بلا رجعه، لانه الحقيقه ما قدمش حتى على ملعبه في وسط جماهيره اي حاجه تقول انه في مقدمات على الرجوع والعوده، وخصوصا بعد التاخر بهدف رياض محرز في ملعب سانتياغو برنابيو. ولكن طبعا الدقائق الاخيره 90 و91 شهدوا عوده عنيفه للريال بهدفين حطوه أو رجعوه تاني في المباراة، وأعتقد ادوله دفعة إنه يسترجع شخصية البطل. نموذج الريال السنة دي بيأكد على نفس المعنى اللي بنتكلم عليه كتير واللي ناس كتير قوي ما بتفهموش، إنه التيشيرت يا جماعة تقيلة وليها هيبة، ليها هيبة وليها تأثير أمام الخصوم، وليها هيبة وليها تأثير على كل لاعب بيرتديها. إحساسك بالمسؤولية بيبقى في أعلى حالاته، إحساسك بالثقة مهما كنت بتواجه حاجات ضد التيار، مهما كنت بتواجه غيابات، مهما كنت بتواجه فرق من العيار التقيل، كل ده التيشيرت قادرة تعوضه لك وتصنع الفارق وتديك الثقة انه مهما كانت الصعوبات انت قادر على انك انت توصل لهدفك، وقد كان وتأهل الريال للمباراة النهائية. اما ليفربول خليني اقوله لكم بعد الخبر العاجل اللي جالي حالا على الهواء، في انجاز تاريخي البطله المعجزه هنا جوده لاعبه النادي الاهلي تتوج بكاس افريقيا لتنس الطاوله في نيجيريا متفوقه على عظماء القاره، وتتاهل بالفعل لبطوله كاس العالم اللي هتقام في الصين. مبروك هنا بنت الحقيقه فلته معجزه، يعني تتدرس ويتعمل عليها كتاب، وبتقول دايما انه في وسط ال 100 مليون عندنا نوابغ، وفي وسط ال 100 مليون عندنا معجزات، وفي وسط ال 100 مليون عندنا فلتات. هنا جوده بنت صغيره جدا في السن بتقدر تفوز على كل الابطال، على كل العظماء، على كل الاساطير في لعبه تنس الطاوله، وتوصل لبطوله كاس العالم. واتمنى في كل الرياضات زي ما نجح الاهلي في تقديم هنا يكون عندنا القدره على ان احنا نقدم، بالذات في الالعاب الفرديه، لانه خدوا بالكم على خريطه يعني طبعا كره القدم هي الكره الاكثر شعبيه على مستوى العالم، والكره الاكثر والرياضة المفضلة أو المحببة والأكثر جماهيرية وشعبية ومتابعة، لكن الإنجازات عشان نحقق، عشان ما نضحكش على نفسنا، يعني عشان نحقق إنجازات على مستوى عالمي في كرة القدم أو في اللعبات الجماعية قدامنا مشوار طويل قوي وصعب.
لكن نقدر بسهوله جدا 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 نحقق ده في الالعاب الفرديه، نقدر نحقق ده في الالعاب القتاليه، في الجودو، في الكاراتيه، نقدر. وقد كان في الاولمبيكس في طوكيو شفنا ده هنا في تنس الطاوله وغيرها من الرياضات. بس اتمنى الحقيقه ان اولادنا ياخدوا بس الفرصه، وان العيون اللي بتكتشف وبترعى وبتعلم وبتدرب وبتخطط وبتكبر يبقى عندها الرؤيه والامكانيات لده. نرجع لليفربول بقى، ليفربول وقصته مع يورجن كلوب، واحد من افضل مواسم يورجن كلوب. والحقيقه كمان انه الورقتين اللي بشوف ان هم عملوا فرق كبير جدا جدا في فريق ليفربول السنه دي هم لويس دياز وتياجو الكانتارا. الاثنين دول الحقيقه، تياجو الكانتارا يا جماعه ده معجزه. يعني انا ارجوكم، انا عارف طبعا انه احنا بنحب ليفربول عشان صلاح، لكن انا يعني انا معجب جدا 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 بالسيزون ده. انا بحبه من زمان الحقيقه تياجو الكانتارا، وبشوف انه خساره كبيره وعنيفه جدا للبارسا، وبشوف انه تفريط البايرن فيه حتى الموسم الاخير كان مش مفهوم بالنسبه لي. لكن الحقيقه الولد السنه دي مقدم واحد من اجمل مواسمه، واعتقد انه يعني واحد من المواهب اللي اكيد اتظلمت لانها ممكن تكون ما خدتش الفرصه الكامله، او ما عندهاش الشو الاعلامي، او ما عندهاش الباور بتاع السوشيال ميديا. لكن يبقى تياجو الكانتارا واحد من اقوى لعيبه خط النص، وبيتهيالي السنه دي برده هو واحد من افضل المواسم. اما الاكتشاف فكان لويس دياز اللي ما خدش فتره طويله جدا عشان يتاقلم وعشان يقدم امكانياته. عدى ديوجو جوتا، عدى فيرمينيو، واصبح واحد من اهم اللعيبه الاساسيه للليفر في الموسم ده. وبيتهيالي الاثنين دول في رهان كبير جدا عليهم. على الارجح الطريقه النهارده في يعني الطريقه المتوقعه ان ليفربول يبدا بيها المباراه ويورجن كلوب يبدا بيها المباراه هي 4-3-3، ومن المتوقع ان فيرمينيو يبدا المباراه على دكه الاحتياطي كواحده من الاوراق الرابحه اللي ممكن يستخدمها. حراسه المرمى اكيد هيكون اليسون بيكر، خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد، في اليمين فيرجيل فان دايك وكوناتي اللي برضو اعتقد اضافه قويه جدا لسكواد ليفر السنه دي، ومعاهم على الناحيه الشمال اندي روبرتسون معلول بتاع ليفربول. خط الوسط هيكون هندرسون وفينال وتياجو الكانتارا، هندرسون وتياجو الكانتارا. وبالمناسبه فينالدوم اللي انتقل طبعا لباريس سان جيرمان، من الواضح جدا انه هيترك البي اس جي في الموسم الحالي، ومن المتوقع انه يكون معاهم كمان نبي كايتا في خط النص. اما الهجوم فهيكون ساديو ماني، لويس دياز، محمد صلاح. من الناحيه الثانيه متوقع ان انشيلوتي ما يجريش يعني تعديلات جذريه، وفي الماتشات الاخيره في الليجا كان يعني بيلعب بصف الثاني او باللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي، منها اهو بيجهزهم او لو احتاج منهم حد يبقوا جاهزين ورجلهم في الملعب، ومنها في نفس الوقت انه يريح لعيبته اللي وصلت للمباراه النهائيه. حراسه المرمى اكيد طبعا هيكون واحد من اعظم حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي تيبو كورتوا، خط الدفاع هيكون مندي وميليتاو وديفيد ألابا ومعاهم كارباخال، خط النص هيكون كازاميرو مع لوكا مودريتش مع توني كروس، وفي خط الهجوم هيكون فالفيردي وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما. تهالي كل الناس متوقعه او عارفه انه التشكيلين دول وطريقتين اللعب دول يعتبروا الاقرب للسيناريو اللي هيحصل على ملعب استاد دو فرانس. وطبعا رودريجو صاحب يعني الفضل الاول والاخير لوصول الريال لمباراه النهارده، وهيكون واحد من اهم الاوراق الرابحه مع كامافينجا. انا بشوف انه كامافينجا كمان واحد من اقوى لعيبه خط النص اللي جايين، هو لسه لعيب صغير في السن، لكن انا شفته واتفرجت عليه حتى من قبل ما يلعب مع ريال مدريد، وشفت انه واحد من اهم مواهب الكره الفرنسيه اللي جايه في السنين اللي جايه، وقريب جدا هيكون اساسي في منتخب فرنسا، وقريب جدا كمان هيكون اساسي في فريق ريال مدريد. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.